السلام عليكم، مرحبا بكم معي في عالم ام هبه. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه ديال تنظيف الاواني. بغيت ننظف هذه البرمه كما كتشوفوا. هذه البرمه هذه كانتما تشوفوا موسخه بحال هكايا، هي بحال هكا موسخه بزاف. وبغيت نحكها وندير لها واحد الوصفه زوينه كتنظف كتعطي لها معان زوين للمواعن. بغيت نشاركها معكم الوصفه ديالنا هي هذه. عندي هذا المنظف ديال الاواني جيكس رطب، عندي هنا جوج ديال الخمارات، عندي هنايا بيكربونات الصودا، عندي هنا جوج ديال الحامضات، وعندي هنايا الصابون البلدي. بسم الله على بركه الله نصاوب هذه الوصفه. هي الاولى نقسموا هذا الحامض هكايا على هذه الطريقه باش غنعصروا. انا غتخصني كميه كبيره شويه، داكشي علاش انا درت جوج ديال الحامضات. تقدروا ديروا غير حامضه وحده وديروا غير خماره وحده وديروا من هذا ديروا منه معلقه كبيره ديال البيكربونات. صافي دابا غنعصر هذا الحامض باش غنخويه هنايا ونرجع باش نكمل الوصفه ديالنا. هذا هو العصير ديال الحامض او الليمون، غنخويه هنايا وغنزيد عليه واحد جوج معالق كبار ديال البيكربونات الصودا. وغنزيد عليه واحد جوج خمارات. هاد الوصفة زوينة كتخلي الأواني كتعطيهم اللمعان، تخليهم زوينين ونقيين، كيولو بحال جداد، كترجع ليهم اللمعان ديالهم. هاد الوصفة إلا جربتوها راه غتعجبكم، راه زوينة هاد الوصفة، كتعطي اللمعان للمواعن وكتخليهم نقيين. هاي الوصفة ديالنا كيفاش ولات بحال هكايا. دوبت هنايا الصابون البلدي مزيان باش يجي مزيان في الوصفه. وهاي الطنجره ديالنا كيفاش دايره، وحتى من هنايا هاي كيفاش دايره، هاي راه مسخه عا كنحطها على الفرن، الفرن كيطلق الحموم وداكشي علاش مسخه بزاف. هضرك تما بلا فايده. صافي دابا غنبدا ندير هاد الوصفه بحال هكايا بهذه الطريقه، نطليها على الطنجره كلها. نخليها لمدة ساعة على الطريقة بحال هكايا، ومن بعد غندير لها الجيكس ونحكها. صافي دابا بعد ما خليتها واحد الساعة بحال هكايا مرقدة في هاد الوصفة، دابا غندير نحك فيها بحال هكا بالزيكس الرطب. غندير نحك فيها على هاد الطريقة بحال هكا بالزيكس الرطب. طنجرة كبيرة شوية كتكون صعيبة. صافي دابا غنتبع بحال هكا على هاد الطريقة، غنبقى نحك تنكمل. صافي دابا بعد ما حكيت هاد الطنجره مزيان غنبدا نخوي عليها الماء باش نغسلها. الماء هكايا
صافي دابا غادي ننظفها مزيان ونتلاقاو في النتيجة النهائية. حتى من هنا هي خرجات. هذه هي الطنجرة ديالنا بعد ما حكيتها وشللتها، هذه هي النتيجة النهائية. ها هي كيفاش خرجت مزيان، وحتى من الداخل ديالها خرجت مزيان. النتيجة زوينة، نتمنى تعجبكم وتعجبكم هذه الوصفة. صافي هذه النتيجة النهائية، نتمنى تعجبكم هذه الوصفة اللي شاركت معكم. إذا عجبتكم الوصفة ديالي ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.